وانا حصلتك عاوتاني شتي عاوتاني ناوي انك الفيديو هذا ما غاديش تكملو غادي تزربو وغادي تجي عندي التعليق ولا تجي عندي الانستغرام وتجي تسولني شي حاجه هضرت فيها في الفيديو نو ما ديرش هذا الغلط هذا حاول تكمل الفيديو حتى الاخر لانه غادي يفيدك نتايا علاش حيت هضرت فيه على كيفاش ممكن تلقى عقد عمل عطيتك عقد السر كيفاش تلقى عقد عمل هنايا في موريال ولا اي بلاصه هنايا في كندا والجميل في الامر بزيرو دولار ما غادي تخلص حتى شي ريال غير تحلى بشويه ديال الصبر وكمل الفيديو حتى الاخر واحد الطليبه واحده اخرى عاوتاني خذ 5 سكوند من وقتك حاول تخلي لايك باش تشجعني على هذا لي فور اللي, اللي كندير وتخلي شي كومونتير زوين باش الفيديو يوصل للناس اخرين وتستافد بحال اللي غادي تستافد نتايا يالله خليك معايا وكمل الفيديو حتى الاخر <applause> خوت السلام عليكم كي دايرين مرحبا بكم معايا في هذه الاجواء كيف ما كتشوفوا ها رجلي الحياة صعيبة ياكو قسما بالله الخوت إلى حتى شي حاجة ما صعيبة شنو بالنسبة لي أنا شنو اللي صعيب الحياة هذه اللي صعيب الحياة هو الفشل هو تكون إنسان فاشل وتبغي لأن كاع الناس أنهم يكونوا فاشلين وهذا هو المشكل ديالنا احنا بعض العرب أنا ما كنعممش نقول البعض لأنه البعض منا كيهضر بصيغة ديال التعميم لأنه مثلا في أي مجال من المجالات ما حالفوش الله ما ما قدرش يتوفق تبغي انه يرد ان جميع الناس غادي يفشلوا جميع الناس انهم ما قادرينش انهم يديروا ديك الحاجه مع العلم ان ربي خلق وفرق الريوس ماشي كلنا اننا ممكن ننجحوا في واحد الحاجه ماشي كلنا اننا قادرين نفشلوا كاين شحال من واحد دار واحد التخصص ما نجحش فيه عاود دار حاجه اخرى ونجح فيها وكاين ناس اخرين ديك الحاجه اللي ما فشل فيها الشخص الاخر يقدر ينجح فيها هذه هي الحياه الخوت وخصنا نتقبلوها بحال ما هكا حتى حاجه ما كتجي صعيبه لانه النجاح صعيب باش تنجح تخص تخطيط تخص اهداف تخص بزاف ديال الاشياء ماشي غير اجي ونجح مي الفشل سهل جدا سهل ان الانسان يبقى جالس غير في دارو ويقول لك ان راه هذه الحاجه راه صعيب انك توصل ليها ولا هذه الحاجه انك صعيب انك ديرها والدليل هو القصه اللي غادي نعاود لكم دابا ديال واحد الشاب طلقت به في, في الماتش ديال فرنسا والمغرب في القهوه وحاولت ناخذ من عنده خلاصه ديال الطريقه اللي جاء بها كندا اللي هي طريقه اللي هي غريبه 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 بزاف، لانه فاش هضرت معاه قال لي الفكره أنا نجي لكندا ما جاتش عن محض الصدفه، قال لي هي تخطيط ديال سنين وسنين، قال لي اعوام وانا كنخطط، قال لي فاش كنت كنقرا في السابعه اعدادي وانا عندي مخطط انني نجي لكندا وعارف بان كندا كتآمن بالناس اللي عندهم صنعه يعني عندهم حرفه ذاك الشيء علاش خدمت في هذه القضيه هذه وانا صغير يعني وانا كنت في سبعه اعدادي قال لي الناس فاش كانوا العطله قال لي انا ماشي بحال كاع الدراري كنت كن العطله ديالي كنمشي كنستمتع بها كنخرج كنلعب الى اخره قال لي لا قال لي شنو كنت كندير انا في ديك العطله قال لي كنت كنمشي كنقلب على اي كراجيس ديال ديال ميكانيك السيارات كندخل عنده تنقول له ما تخلصنيش انا فقط باغي نتعلم الصنعه قال لي هذيك 3 شهور ديال الصيف قال لي كنت كندوزها في لي كاراجيست بقيت هكا قال لي كل صيف ولا في كل عطله كنمشي لشي كاراج كنتعلم كناخذ الصنعه كناخذ الحرفه لان عارف انني واحد النهار ما غاديش نبقى هنا في المغرب وغادي نهاجر لكندا قال لي ما كنتش كنفكر في حتى شي بلاد اخرى ما كنتش كنفكر لا في اوروبا لا في امريكا لا حتى شي حاجه الحلم ديالي هو انني نجي لكندا وهذا الشيء اللي وصل ليه يعني الحلم ديالو تحقق ودابا حاليا كيتواجد في كندا وفي موريال تخيلوا معايا كيتحصل السيد جا عن طريق عقد عمل وهنا في موريال اللي عارفين هو ان عقود عمل باش تلقى عقد عمل هنا في موريال صعيب 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 بزاف مي غنعاود لكم السر كيفاش هذا الشخص هذا حتى تحصل على عقد عمل فين وهنايا في موريال مهم قال لي بقات حياتي بحال ما هكا الاعدادي كامل دوزته هكا في اي عطله كيف ما كانت كنمشي لشي غاراج اللي كنبغي نتعلم فيه الصنعه ماشي بغرض انني نمشي نخدم ونتخلص نو ما كانش هاميني الفلوس بقدر ما كان هامني انني نتعلم ديك الصنعه لانني عارف ديك الصنعه ديك الصنعه مستقبلا غادي ناكل بسببها الذهب مهم بقى هكاك دوز الليستي تا هو هكاك فاش وصل الباك قال لي ما نجحتش العام الاول ديالي في الباك قال لي فاش ما نجحتش في الباك ماشي مثلا تلفات بيا الدنيا وقلت ما عنديش الزهر قلت له انا ما خدمتش انا اللي فيا لافوت يعني ما عطيتوش واحد الل... القيمه اللي هي كبيره فهمتيني يعني استصغرته بهذا المعنى هذا قال لي عاودت العام الثاني اجتهدت خدمت على راسي مزيان شديت الباك ديالي لانني عارف الباك هو داك الكلي داك المفتاح اللي غيفتح لي بزاف ديال الابواب وغيكون هو المفتاح الاساسي باش غادي نحقق الحلم ديالي مهم قال لي من بعد العام الثاني ديال الباك ديالي جاب الله التيسير نجحت شديت الباك قال لي ب 10 قال لي شديت الباك غير ب 10 وقبل ما نشد الباك عارف راسي من مورا الباك انا شنو غادي ندير وعارف من هنا 10 سنين فين خصني نكون مهم خديت الباك ديالي قال لي في العمر ديال 19 عام قال لي خديت الباك ديالي من موراها مشيت درت الكتروميكانيك فليستيا دي بلوم ديال 2 زون مشيت قريت هذيك 2 زون ديجا كانت عندي ليكسبيريونس في الدومين لانني قال لي من السابعه وانا صغير كنت كنمشي لي لي كنخدم عندهم فابور باش نتعلم الصناعه الوغ جاتني هذيك الميتي درت جاتني ساهله يعني ديك العامين دازت صغير بالضحك وخديت الدبلوم ديالي قال لي من بعد ما خديتش الدبلوم ديالي شنو درت قلت خاصني ليكسبيريونس لانني قال لي ما غنتفعش لكندا وما عنديش ليكسبيريونس خاصني باش ندفع لكندا خاص يكون عندي واحد السي اللي هو محترم لاي مشغل فاش يشوفو ما يرفضوش ليا شنو كتك كتك كنت كندير كنت كنمشي كنتواصل مع الشركات الكبار دابا الحلم ديالي ما بقاش انني نخدم مع لي غاراجيست نو خصني نخدم في الشركات الكبار ديال السيارات نمشي نخدم مع اونو نخدم مع الفوجوا مع الشركات الكبار كنت كندفع ليهم وكنتواصل معاهم كنت كنمشي كنقلب على لي كوغيال ديال لي سوبرفيزور كدا هادي كنتواصل معاهم تنقول لهم انا باغي ستاج سون سولد ما باغي نتخلص ما باغي حتى شي حاجه وانا ديجا عندي اكسبيريونس وعارف عندي يعني الصنعه وكدا غادي نقدر نفيدكم ومع ذلك انتم غتستافدوا مني لانني ما غاديش نتخلص باغي ستاج فقط هي يعني ديك بقيت كندفع الشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث قال لي اول شركه عيطات لي الشركه ديال اونو مشيت عندهم أه شافوا السي في ديالي دوزوا معايا لونتروفي باش يقبلوني سطاج يعني غير باش سطاج ماشي خدمه دخلت معاهم سطاج ضربت معاهم 3 موا ديال سطاج خرجت مشيت لشركه اخرى هي من الشركات الكبار بقيت بحال هكا لمده ديال عام ونص وانا هكا كندوز في الشركات الكبار من بعد فاش حسيت براسي انه ديك عام ونص مهم قدرت انني نتحصل من خلالها على اتيستاسيون دو سطاج يعني بروف انني كنت سطاج في الشركات اللي هما كبار من بعد فاش ولا عندي بزاف ديال لي في بزاف ديال الشركات اللي هما عالميين شنو درت بديت كندخل لي جروب ديال ديال الناس ديال كندا بديت كندخل للمنتديات اللي خاصة بالناس ديال كندا كنسول لانه التسوال ماشي عيب واحد النقطه عاد ثاني نسيتها قال لي فاش انني خديت الباك ديالي مشيت كندير لي كور في اللغه الفرنسيه لان عارف ولو انني لقيت مشغل وكداز الامور كامله بخير وعلى خير في المقابله الا كانت عندي اللغه الفرنسيه ضعيفه راه ما غاديش نتقبل مي قال لي فاش تجيني هاد الشونس هادي هاد الحظ فاش خصو يجيني خصو يلقاني انني واجد هي هذيك دخلت كنقرا الفرنسيه المهم تقاتلت معها. شديت شويه الفرنسي شديت لا ديال الفرنسي اللي يعني كون عارفين كاع ولاد الشعب اللي قراوا في المدارس ديال ديال الحكوميه ما عندهمش واحد النيفو كبير في اللغه الفرنسيه ضروري ان الانسان خصو يجتهد خصو يمشي يسول على رأسه خصو يدير مراجعه باش انه تولي عنده لا باز في هذه اللغه هذه المهم قال لك من بعد عام ديال لي في الشركات اللي هما كبار مشيت كندخل للمنتديات ديال ديال الناس ديال كندا لي ديال الناس ديال كندا وكنسول الناس من اجل المساعده ما بغيتش قال لي خاصني الحاجة اللي خاصني دابا ندير هي السيفي كنديان، قال لك كناديان. كنديان ولو نصيبو أنايا ما غايكونش بحال لا صايبو لي شي واحد اللي عايش هنا في كندا ومولود هنا في كندا، غايكون صايب لي هو السيفي غايكون أحسن، بقيت كنطلب الناس أن شي واحد يعاونني باغي نصايب سيفي كدا هادي، بزاف قال لك ديال الناس دي اللي معايا من أجل المساعدة باش يصايبو لي السيفي. قال منهم واحد الشخص اللي هو مغربي مزداد في, كندا سبحان الله هذاك الشخص حتى هو خدام في واحد الشركه كبيره ديال السيارات هنا. ديال تصنيع السيارات هنا في كندا تواصل معايا قال لي في غون بليزير غادي نعاونك قال لي سيفط لي لي شنو قريتي شنو كتعرف دير شنو هو لوبجيكتيف ديالك الى اخره المهم عطيتو كاع لي ديتاي لي خاصين بيا انايا صايب لي سيفي كنديان صايب لي سيفي كنديان قال لي الله يجازي بخير كان سبب فهمتيني كان سبب اساسي من الناس اللي اللي بسببهم جيت لهنايا قال لك صايب لي سي في من بعد ما صايب لي سي في خاصني رساله تحفيزيه ليتر موتيفاسيون هاد ليتر موتيفاسيون مشيت عند الاستاذ اللي كان يدير لي المراجعه مشيت عنده طلبته قلت له انا في استطاعتي انني صايب ليتر موتيفاسيون مي عارف انه غيكون اخطاء في 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 الكتابه ديالي بالفرنسيه كذا هادي ما غنلقاش احسن منك اللي عاونني انني نصايب لي موتيفاسيون داك الاستاذ عاونني باش صايب لي موتيفاسيون الى اخره من بعد جا الدور انني خصني نلقى عقد عمل باش غادي نلقى عقد عمل قال لي شنو دار قال لي كذلك لجات لي اللي جروب والمنتديات اللي خاصين بكندا كنطلب الناس باش الناس اللي خدامين في شركات كبار ديال السيارات الى اخره يعطيوني لي كوريال ديال لي سوبرفي ديال الناس المسؤولين في دوك الشركات هادشي لي كان قال لك الحمد لله قال لك كاينين الناس اللي كيبغيو الخير بزاف اللي تواصلوا معايا خدامين في شركات عطاوني دي ديال دي الناس اللي هما مسؤولين تما دفعت الشركه الاولى الشركه الثانيه الشركه الثالثه الشركه الرابعه قال لي المده ديال العام وانا كندفع حتى شي حد ما كيجاوبني وفي ديك المده ديال العام ليكسبيريونس ديالي كنزيد نطورها يعني كنزيد انني نقلب على شركات اخرين كبار كندخل عندهم ستاج وبلا خلاص قال لي اما الهدف ديالي انني ماشي نتخلص والهدف ديالي انني نمشي لكندا يعني انني اللي ستاج بي يعني خلاص وداك الشيء صعيب ان شركه غادا تشد واحد بحالي يعني بين قوسين عنده ديبلوم غير ديال ليستيا بقيت كامل عام تواصل معايا واحد المدير ديال واحد الشركه هنايا في موريال بلا ما نذكر الاسم ديالها اللي تواصل معايا واللي اللي عطاه السي في ديالي هو داك الشخص اللي صايب لي السي في شحال هذه يعني المدير ديالهم كان عندهم واحد الخصاص مشى عطى السي في قال الشخص هذا راه انسان اللي ديزا عنده الحرفه وغادي نستافدو منه الا جبناه عندنا انايا وخدم في الشركه هذه سيد طموح عاود لي الحياة كيفاش زات كيفاش حتى قبل ما يقرأها الدبلوم هذا كيفاش مشى تعلم صناعه الى اخره المدير امن بهذا الشخص هذا تواصل معاه صيفط له كوريال قال له فوقاش غادي تكون واجد باش ندير معك المقابله لونتروفي وبيان سور فاش كتكون المقابله كتكون تنسيق مع لا ريسورس قيادك عطاه لادات فوقاش غادي يكون واجد في النهار ديال المقابله قال لك كان المدير ومعاه جوج ديال الناس في لا ريسورس اللي غيديروا مع المقابله وفي هذوك ديال لا ريسورس هيومان هما اللي كيسولوه اما المدير هو انه قابل انا يعني كان هذا الشخص هذا مزيان انا قابل باش غادي نتكفل به وغادي نجيبه مي لا ريسورس هي اللي كديتي في الاخر لا ريسورس كانوا جوج ديال الناس اللي هما كيبيكوا اللي كيهضروا بلاكسون ديال كيبيك قال لك فيما كانوا تيهضروا معايا ما, ما, كنتش كنفهم في الاول يعني كنت كنقول لهم عاودوا 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 لدرجه انهم لو كيهضروا معايا بلاكسون ديال ديال فرنسا يعني كيسهلوا معايا اللغه يعني قال لك الناس اللي هما مقبلين باش يجيو هنايا ما يخافوش من الانتروفي ما يخافوش منه لان هاد الناس هادو ما كيهمهمش انت واش كتهضر باللغه الفرنسيه مزيان ولا لا كثر ما كيهمهمش شنو عندك فراسك شنو قادر تعطيهم هادشي اللي اللي كان قال لك بداو تساعدوا معايا وكيعاودوا لي السؤال مره وجوج وثلاثه والسؤال من حاصل في هذاك الشيء اللي كاين في السيفي ديالي يعني اللي كنتي غادي مراجع السيفي ديالك مزيان مراجع لي ستاج فين دوزتيهم داك الشيء متخصص في الدومين ديالك في الخدمه ديالك المهم آه دوزت لونتروفي دازت مزيانه كانت كيتساهلوا معايا كنت كنجاوب على داك الشيء اللي كيجاوبوني كي في التخصص ديالي ما درت حتى شي خطا لان هذيك الميتي كيف ما تنقولوا انا شربتها هما يعني شحال دوز ديال لي ستاج راه قالك مي كنت في السابعه مي كنت صغير وانا كنخدمها المهم الاجوبه كامله كانت مزيانه لونتروفي داز في واحد الجو اللي هو زوين كانوا مساعدين معايا بزاف الى اخره من موراها فاش سال لونتروفي قال لك المهم غادي تسنى الجواب ديالنا الرد ديالنا واش غيكون بالقبول ولا بالرفض في واحد في ديال ديال, ديال 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 الاسبوع هي اللي قال لك في ظرف ديال 3 ايام تواصل معايا المدير تواصل معايا المدير قال لي يا مبروك عليك راه قبلناك باش انك تجي عندنا هنايا ولكن ما عرفناش لي 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 شنو الديمارش اللي خصنا نديرو تخيلوا معايا المدير باغي نجيبو يجيبو ما عارفينش شنو خصهم يديرو قال لك هضرت معاهم قلت لهم بلي راه تواصلوا مع استشاري اللي متخصص في الهجره هو اللي غيكمل غاي يعني الاجراءات ديال الفيزا والى اخره هي إيه كتشلي اللي داروا الشركه مشات توصلات مع مكتب من مكاتب ديال الهجره يعني محامي متخصص في الهجره اللي هو معتمد صافي المحامي طلب لهم الوراق اللي خصهم يوجدو الوراق اللي خصها توجد الشركه الوراق اللي خصني نوجد انايا وجدت كل شيء الى اخره قال لي ما كاملاش شهر شهر بالحساب جاني ميساج من عند الكونسيلا السفاره باش انني قبل ما يجيني حقك قبل من داك الشهر قال لك وصلني ميساج باش غادي نمشي ندير لا فيزيت ميديكال من مورا هذيك لا فيزيت ميديكال قال لك مور عرفت شي ثلاثه سيمانات قال لك وصلني ميساج ديال لا فيزيت ميديكال مشيت درت لا فيزيت ميديكال دازت كل شيء مزيان قال لك مشيت درتها في الرباط في المرة فيزيت ميديكال قال لك بشي اسبوع ولا ماشي بزاف باش عيطوا على قبل الفيزا مشيت للسفاره أه طبعوا لي الباسبور ديالي الفيزا قال لي انا دابا حاليا هنايا في موريال عايش بخير وعلى خير أه قال لي فاش تبداو معايا بالصالير ديال 25 دولار الساعه اللي ما كنتش كنحلم بها لواحد الصالير اللي هو محترم وقال لي من موراها ما كاملاش قال لي من موراها بسيموا قال لي الصالير ديالي طلعوا 30 دولار قال لي وباقي فين غادي تطلع لانه الخدمه ديالي عجباتهم بزاف كنخدم بالنيه ديالي كنخدم يعني كاع داك الشيء اللي كنعرفو كنديرو في الخدمه عاونتهم بزاف ديك الشركه لانه فريمون فاش كنخدم من القلب الخدمه كتوصل للناس المسؤولين والناس هنايا كيقدروا الناس المسؤولين هذه هي القصه ديال هذا الشاب هذا والهدف من هذه القصه هذه هو ان الحاجه اللي غنقول لكم الخوت حتى شي حاجه ما صعيبه انا عايش في هذا الجو هذا جالس في البارك انا جالس الحوايج هذا البنطالو اللي لابس هذا السروال هذا شوفوا اول حاجه غتلاحظوا ان الماء ما كيلصقش فيه ما كيفزقش ها انتم غادي تلاحظوا امام الاعين ديالكم ان الماء ما كيلصقش فيه هذا البنطالو هذا خاص لهذا الجو هذا وكيتحمل حتى لناقص 40 والجاكيت اللي لابس حتى هي كذلك كتحمل حتى لناقص 30 درجه والحذاء اللي لابس كذلك ها انتم قبيله وانا كنهضر معكم شوفوا فين خاشي خاشي وسط الثلج خاشي وسط كونجيلاتور وما حاس حتى شي حاجه رجلي سخونه لان هاد الصباطه ذاتها هو كتحمل حتى ناقص 30 وهذه هي الحياه الخوت ما عندكم مناش تخافوا مرحبا بكم في هذه البلاد هذه اسمحوا لي التليفون كيصوني نشوفوا غير شكون نجاوب على التليفون صافي تنبدا واحد الدري صاحبي كيعيط ليا تن بعد غادي نجاوبو اي فوالا الخوت هذه القصه ديال هذا دي الشاب هذا باللي حتى حاجه مستحيله وحاجه اخرى نكمل لكم قال لك حقه فاش صافي خرج التيفيزا داك الشيء هضرت مع المشغل قال لي نيشان قال لي واحد السؤال اللي هو غريب قلت له انا راه قلت له ما عنديش الفلوس قلت له ما عنديش الفلوس باش انني انقطع قال لي راه قلبت على البيي لقيتها ب 1400 الصراحة ما عنديش الفلوس باش نقطع هذي لانه عارف انا ما, ما كنتش كنخدم بغرض انني نجمع الفلوس الى اخره، كنت كندير 16 مع شركات كبار كراتوي ما كنت تخلص من حتى شي حاجة، المدير قال له ماشي مشكل قال له حنا غادي نقطعوا لك البي ديال الطيارة من هنا وكذلك ما تخافش من حيث السكن لانه فاش تجي هنا جديد الى اخره، خصك السكن قال له حنا غادي نضمنوا لك الشركة ديالتنا، غادي نضمنوا لك السكن لمدة 3 شهور إحنا اللي غادي نخلصوا لك السكن الى اخره. المهم جا لهنايا بزيرو دولار عرفتوا تخيلوا معايا بزيرو دولار اول واحد كنشوفو في حياتي انا اللي عارف ان الناس فاش كيتحصلوا على عقد عمل فالحاجه الوحيده اللي كيخسرها هو انه كيخلص فلوس الطياره مي هذا الشخص هذا بالثقه ديال النفس اللي عطاه سيدي ربي وعارف راسه انه هاد الشركه دي ما غاديش يرفضوا ليه جاهم نيشان الصراحه وهاد الناس هادو بكثرت ما عاشرتهم أنا وخدمت معاهم بزاف خصك تجيهم غير نيشان ما تكذبش عليهم ما تدش انك ذكي عليهم ما تدش انك فاهم اكثر من القياس آه، انسان يكون متواضع في افكاره في, في, العمل ديالو فهم غاديين يقدروك وغادي يعطيوك الشابو وما يخصك معاهم حتى شي خير هذا الشيء اللي كان لهذا الشخص هذا انهم عطاوه السكن لمده ديال ثلاث شهور اللي هما يتكلفوا به بين ما جا بين ما خدم بين ما بين ما عرف الدنيا كيفاش دايره وكذلك حتى البي ديال الطياره هما اللي قطعها له من تما يعني السيد جاب زيرو دولار ما خلص حتى شي حاجه اللي فخي ديال الفيزا هما اللي تكلفوا له بها وداك الشيء مي هذا عمل ديال سنين داك الشيء علاش الصبر داكشي علاش الصبر مزيان راه كاين شحال من واحد كيشد الباك ديالو بغيت نجي لكندا عنده ديبلوم مثلا بسيط ما عنده لا لغه ما باغي يقرا ما باغي يجاهد ما باغي يدير حتى شي حاجه بغيت نجي لكندا نو كندا ساهل تجي ليها مي الا خدمتي على راسك وحنيتي الراس وتعلمتي ديك الفكره انني ما كنعرفش انني باغي نتعلم حيت شحال من واحد كيفهم كيف واحد شويه كيتعلم واحد شويه اللغات يدير فيها استاذ ولا اي واحد تعلم واحد الميتي غير واحد شويه كيولي يفهم على هذاك اللي انجينيور اللي قاري اكثر منه نو no. باش تعلم اكثر واكثر اكثر ديما قول انا كنتعلم ولو تعلم وخلو توصل مثلا القمة ديال شي حاجه ديما قول انني مازال كنتعلم هنا باش اه توصل وباش تحقق الاحلام ديالك فوالا الخوت دابا نخليكم مع دي الاجواء هذه آه ها انتما انتم أه، الحياه الخوت كيفاش دايره فين انا في هذا البارك هذا والله لا الحياه انت أه، ما تقدر دابا هنا <applause> عيشوا الحياه الخوت عيشوا استمتعوا بها استمتعوا بفصل الشتاء بلا نمسح الكاميرا فوالا الخوت استمتعوا بفصل الشتاء استمتعوا بالثلوج استمتعوا بالصيف استمتعوا بفصل الربيع اي فصل عطيو حقه واستمتعوا به وما تبقاوش تبكي وتشكي و لانه البكا والشكا ما غادي يفيدك بوالو البكا والشكا ماشي هو اللي, اللي غينجحك في الحياه ديالك في اي ظروف وفي اي اجواء خاصك تعيش معاها وتشبع العقليه ديالك بديك الطاقه الايجابيه انا دابا خارج البارك تنتمشى عادي جدا لابس ليغات حتى هما اللي كيتحملوا حتى ل 30 درجه <applause> الحياه كتستمر الخوت فوالا تحياتي لكم كنت معكم في هذا الفيديو هذا من هذا تعمدت أنا ندير لكم في هذا الفيديو في هذه البلاصة هذه لأنه شحال من واحد غيجي غيصور لكم فيديو يقول لكم شوفوا القصاوة ديال هذا الجو هذا شوفوا الحياة الصعبة شوفوا 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 شوفوا, شوفوا. مي أنا تنقول لكم حتى حاجة ما صعيبة اللي صعيب هو الإنسان يبقى جالس بين اربعه الحيوط ساد عليه ما كيدير حتى شي حاجة في حياته ما عنده حتى شي هدف ما عنده حتى شي حاجة فقط اللي عنده هو انه انه يبغي يفشل الناس اخرين يبغي يشحنهم بطاقه سلبيه اللي ديك الطاقه مسيطره عليه هو فقط والحاجه الاخرى نقول بالنسبه للناس اللي هما كيعموا عادي الانسان يفشل ولكن ماشي عادي انك تفشل وتبقى في بلاصتك نحن كاملين فشلنا في شي حاجه من الحاجات مي استفدنا منها لان الفشل خصك تاخذه كتجربه ماشي تاخذه على انه نهايه العالم بلي فشلت واحد الحاجه خصني في ديك الحاجه نشوف ان راه كاينين ناس اخرين ناس اخرين انهم نجحوا في ديك الحاجه اللي انا فشلت فيها مش كل شيء كيفشل كذلك كان الناس في كندا اللي فشلوا مع الاسف يا يعني اما ما قدروش يتعايشوا مع الجو هذا يا يعني اما ما قدروش يحسنوا من المستوى ديالهم في انهم يلقاو خدمه محسن هادشي ناتج ليا ناتج الثقه في النفس كون كنت انا ما تايقش في راسي ما ديما كنسمع دوك الناس ما كنتش تلقاوني دابا انا خدام مع الكوفيرنومو بصالير مزيان الى اخره داكشي علاش الثقه في النفس مهمه وهاد دي ما فيهاش باك صاحبي ولا ولا الفرزيات في الخدمه ولا شي حاجه هاد الناس اللي هنايا كيامنوا هنا و بالثقه بالنفس لان الا كانوا عارفين انك تايق في يكونوا مؤكدين انك انت قادر ديفلوبي راسك وقادر تعطي مزيان في الخدمه فوالا الخوت تحياتي لكم كان معكم اخوكم فيصل من البارك هذا اللي عبارة عن صحراء من التولوج هاجلي ما بقاش كتبان شوفين وصلات تحياتي لكم والسلام عليكم الخوت